أن عدد درجات الجنة عدد آيات القرآن. الله أكبر. فلذلك يؤتى بحافظ القرآن الذي عمل به ويقال له اقرأ وترقى، اقرأ وترقى حتى يأتي على آخر ما حفظ وعمل به، فإن كان حافظا لكتاب الله كله عاملا به إذا به يجد نفسه بجوار رسول الله. هذا هذا هذه درجته، درجته في الفردوس الأعلى. لأنه إيه؟ يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل الورق، اقرأ ورتل وارتقي، يفضل يترقى 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 لغاية ما سبحان الله العظيم يعني من كرم القرآن. حتى القرآن لما تأتي في القبر يجي الملكين من ناحية رأسه ومن ناحية فمه، لا القرآن يحاججهم يقول لا لقد أسهرته طوال الليل وأنا النهار، كان دايما يرتل دايما يرتل. فإن كان حافظا ولم يعمل به لا دي مصيبة يعني. هذا بقى القرآن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر. آه طبعا ألا يعمل به يحفظ، ولكن لا يجاوز إلا اللسان والأذان، ولكن ليس هناك ترجمة عملية لما يحفظ من كتاب الله يكون حجة عليه. على لما يقرأ كده يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. البنك المصرف الربوي يعمل إيه؟ تدخر أنت عنده مبلغ نعم يعطيك فائدة كام؟ 2% صحيح. ويقرض أخوك يأخذ منه كام؟ 15%. صح. انت عايز المطفف يعني، والراجل قاعد يصلي في البنك ويقول لك ايه ويل للمطففين. انت تقرا عن نفسك. انت يعني تضع الحبل حول رقبتك هي نفس القضيه. هو انت عايز تطفيف يعني، ما هي تطفيف اهو. هو نفهم التطفيف في المكيال فقط، في التعامل ايضا. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. هو لما يقرض ياخذ 12% و 15% و 20% وربا اضعاف مضاعف، ولما انت تستثمر عنده يعطيك الفتات. هل هذا من العدل؟ يخسر يعني، هو يطفف ويخسر بدل الله يرضى عليه. فيخسر في في فيما فيما يفيدك انت، لانه صحيح. لا يريد لك فائده. هو يمتصد ان لم تدفع والعياذ بالله يحجز عليك ويشهر بك في الجرائد والصحف مصيبه. فالله حط لنا قواعد، وطالما انت داخل